مازال الدريح، مازال حيوان. كيف اش داير الحالة ديالكم؟ الحالة ديالو مزيانة، كيتحرك وكذا. الحالة ديالكم نتوما والأم ديالو كيفاش دايرة الحالة؟ الحالة ديالنا حنا يعني شي يبقى هو تحت الأرض. الحالة ديالنا ما ديك الساعة فاش طاح الولد، واش عرفتيه بلي طاح في البير ولا مشيتي كتقلب عليه في الجهة؟ لا، فتش الجو الجماعة وفتشوا معايا هنايا وفتشوا معايا الهاد الشهر كامل، فتشنا وعيطنا للأقرباء ديالنا هنايا، وعيطنا لاتجاه المدرسة اللي هي، وعيط اتجاه القهوة كمرة مرة كيمشي مع خال كبير ما ربما يكون مشى لاتم، عطيت النعت، نشرت الصورة ديالو ما ربما يبان شي واحد يعرفو، هو الدري كيعرفو بزاف يعني كان طبع، يعني أي واحد كيتلقى معاه كيديرو صديق. أنت ما كنتيش داير في بالك أنه غادي يكون طاح في البير؟ ما ديرش في بالي هكا، أنا قلت دابا هو كيطلع لعند حنينو عند جدو الفوق عند عمو، صافي قلت يا هادي طلع عند عمو الفوق صافي ولا عند جدو ولا، عيط لعمو قال لي والو، عيط جدو قال لي والو، عيط للسليفة ديالي خالتو قالت لي والو ما كاينش. كيفاش عرفتيه كاين في البير؟ جاو الدراري تما من الجمعه، الدراري داروا التليفون بصمات الكاميرا وصوروا واحد الفيديو تما في قاع البير وطلعوا ملي طلعوا كيشوفوا الدري كي تما، فهمت يعني بسبب تليفون حاولتوا تنزلوا تليفون حتى لتحت في الاخر قال لهم طلعوني فهمتي شحال طلعوني في حالي طلعوني في حالي يعني هو غيتشلط، ماشي هو العمدان البير، هو غيتشلط ما عرفش شنو تم. واخا الناس بغاو يعرفوا القصه ديال هذا البير هذا، كيفاش تحفر هذا البير هنا وكيفاش بقات يعني ديك الحفره بحال هكا؟ الحفره يعني ماشي تحفر راسو، البير عندي 6 سنين هو مطمر تما، و 6 سنين هو مطمر تما فهمتي، و جيت نعمسي قبل الاصلاح ديالو، عريتو ريك قلتو صلي ونتغدى ونجري نكمل الشغل ديالي. ملي توضيت صليت خرجت بان لي الدري ما كاينش، قلت تما ارا نعيط ما ربما عيط ما كاينش، ديك الغدا بقى تما عيط ما كاينش، الفوق ما كاينش، هنا ما كاينش، هنا صافي القلب ديالي يعني حسيت بالعال فهمتي. واش عرفتي ولدك كاين في ديك الحفره؟ واش حسيتي الحاله ديالك ديك الساعه، الحاله ديال امو؟ الحاله المو يعني ديك اللقطه اللي ما كانش يتجمع راه معاك وباقي بينا حتى واحد، يعني مو قدر لو كنت جيت انا قبل منه وشفت شي حاجه تما قاعد هو انا كذلك، لو كنت شفت كنت انا هو انا ملي جيت قالوا لي في البير بغيت نهود كنقول لهم خليوني نهود نجيب ولدي، يقولوا لي لا لقيو لي الحبيب لقيو لي جميع اي حاجه نهود مورا ولدي نطلعو، نقول لك لا يعني هو اللي عندك مسيكين. نعم، غير هو اللي عندك؟ لا عندي ثلاثة، هو عندي ريان وبدر ولبنى. هو الصغير هو عنده 5 سنوات، بدر عنده 11 سنة، لبنى عنده 14 سنة. شحال تقريبا هو تحت الأرض؟ هو دابا نهار الثلاثاء، نهار الثلاثاء في الثالثة، في الثالثة دابا تكون يومين ثلاثة النهار، قول يومين دابا، ثلاثة لأربعة الخميس، يومين، ثلاثة لأربعة الخميس، يومين ونص. واش دوزتو هاد الليالي هاد؟ مازال دابا كنشوف أنا هادشي اللي زاد واحد الصباح، راه تولي واحد 3 أيام أخرى. إن شاء الله قريب كنشوفو باللي راه قربوا يوصلوا ليه. كيفاش دوزتو أنت باقي؟ أنت عارف البير كيداير؟ باقي راني يعني الصباح أنا عطاوني 17 متر مشى، هي كاينة 32 متر، شحال بقى لنا 14 متر ياك؟ وزيد 10 متر اللي زادوا دابا، بقاو حنا ديك 10 متر وهاي دابطوا فيها غير 5 متر ياك، شحال كتعطينا؟ يعني غادي تكون غتكون 19 المتر حتى ل 20، 20 المتر راه ما تجيش في 17. ولكن البير فيه 60 متر رابط 30، ماشي هو غا 32 يعني في ما كان مطمر عندي ما كانش فيه الماء، هو مجبر تيطاق وطرد الماء، الفاس ما كانش يتغمر، كنخدم غا بالتيو، وصل 60 متر ما جبرتي غطيتو مع انت عارف الشتوى كتجي واحد الشتوى كتجي بعض البلايص الطريق الارض كيكون فيها الغيران، كاين اللي كيتغلق كاين اللي كيتحل، يقدر يكون ما جي عندك انتينا ويدور عند واحد اخر، يعني هذا حنا تحت الارض ما نعرفوش شنو كاين. يعني مع تيسير الله حاولتي تحفر ذاك البير ما جابش الله؟ ما جابش الله، حفرت جوج انا واحد نسيب
5 ملايين ونص تسلفنا سيبيه تما تسلف البنكه وهادي وفي الاخر يلا خرجنا ديك فلوس البنكه ولادك وقعتنا شي بركه قليله شي انا بقات لي شي 5000 درهم وقع له شي خبرك باللي رايان ولدك ماشي غير المغرب يعني العالم كله كيسول على رايان. واصل لي الخبر واصل لي داير اتصال انا معاهم عيطوا لي بزاف الناس جميع المغرب جميع انحاء المغرب عيطوا لي شي اصدقاء في اسبانيا اللي تما غير اللي تصوروا في هذيك تما تابوا النمره وعيطوا لي في اللايف وعيطوا لي في اسبانيا وفرنسا عيطوا لي حسيتي باللي مازال الانسانيه التليفون دابا كيطفى عندي التليفون ضعيف حالة مادية ضعيفة فهم التليفون ضعيف يعني التليفون كيطفى لي دابا كنديرو تشارجا 5 دقائق كيضرب لي دابا هي مكالمة حتى كتجيني فهمتي عرفت اللي كاين كضرب لي 15 مكالمة حتى 20 لا ضرب بزاف كنت المكالمة كنقول لهم اختصروا شوية على حساب عندي التليفون ضعيف اختصروا شوية هيدا فهمتي وما يجي الدري ان شاء الله نمشي نخرج ونجيب شي تليفون هيدا عاون نستقبل دابا الناس عارفين الحالة ديالك وعارفين كيفاش داير انت الناس دابا تيسولوا غير على الحالة ديال ولدك ريان الناس عارفين يعني الظروف ديالك كي دايره الناس دابا تيسولوا غير على الحاله ديال ولدك كيفاش داير مازال حيدة على ولدي راه ما نقدرش نقول لك كيفاش داير يعني ولدي كيبان في النص دابا كيبان في قلبي شفتي الصوره ديالو شفتها سوجا الصوره ديالو ما قدرش نشوفها حتى جات واحد السليفه وريتها ليا حتى جا واحد الصحفي عاود يعني النهار اللي جاو الصحافه جا واحد الصحفي البارح وحاول حتى تقرب مني وراني ديك شي لقطات هكا وقال لي يلا ديك البيسي تشوف شي حاجه قلت له ماشي مشكل ملي داني البيسي يعني تسجعت وتشوف ديك الصوره وعجبني الحال ندير له ديك هدايا فهمتي كيتحرك خففتي شويه ملي شتي ولدك خففت الحمد لله وعندي امل باللحظه ان شاء الله كاين امل وكاينين الدعوات ديال الناس كيدعيو معاكم دعم وكاين السلطه المحليه واقفه معنا وكلشي واقف معنا داير المجهود ديالو ولكن بزاف جاك التعاطف ديال الناس من جميع بقاع المغرب جاوا اليوم لهنايا وجاوا البارح باش يتعاطفوا معايا يفرحوا معايا شاركين معايا الحزن ديالي هو هذاك ونقدروا يشاركوا معايا حتى الفرحه ديالي ولا الحزن ولا بعض الفرح كلنا غادي نتسناو ديك الفرحه كلنا بغيناه يخرج حي ان شاء الله دابا بغيتو تعطيوه الماكله بغينا نعطيوه الماكله البارح كنت صبر انا اليوم ما بقيتش نصبر صافي 3 ايام فايق كفرش نصبر يعني اخواني كما كتشوفوا يعني هذه هي الحاله ديال الاب ديالو يعني ما قدرش يصبر كيقول الاب ديالو انه ملي شافوا في الكاميرا يعني واخا خفف عليه شويه داك الضغط لكن ما قدرش انه يصبر الحاله ديال الاب ديالو كما كتشوفوا هي هذه كيعتذر واخا هو في هذه الحاله هذه كيعتذر من الناس اللي كيسولوا فيه كيقول لكم راه التليفون كيصونيو عليه الناس بزاف كاين الدرك والتليفون كيطفى وحنا عارفين انه كاين مشكل ديال الضو حاليا ودابا الاب ديالو غادي يتوجه باش انهم يعطيوه الماكله مازال الابن ريان مازال حي اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة